السلام عليكم ومرحبا بكم معي مرة أخرى على القناة. اليوم إن شاء الله غادي نديرو واحد الجولة في مغازة ديال الحوايج. غادي نشوفو الحويجات ديال الأطفال، كاينين الموديلات زوينين وأثمنة جد جد مناسبة، وغادي ناخدو فكرة على لي موديل ديال هاد العام ونشوفو حتى لي بخي وشنو هو الجديد. كيف ما كتشوفوا معايا كسيوات البنات كيحمقوا زوينين بزاف، ميم لي ماتيير ديالهم صيفيين، كاين الخيط، كاين لاموسلين، كاينين موديلات زوينين ولي كولور حتى هما زوينين. فغادي نشارك معكم هذا الفيديو باش تاخذوا فكره على الجديد او الموديلات الجداد ديال هذا الصيف وتاخذوا فكره على الاثمنه. فخليكم معنا ان شاء الله الى نهايه الفيديو، وكيف ما كنقولوا اللي ما شرى يتنزه، اهم شيء الواحد يشوف بعينيه. ونتمنى هالفيديو ينال الاعجاب ديالكم وما تمشيو فين، خليكم معنا الى نهايه الجوله ديالنا ديال اليوم.